صباح الخير لكم من جديد مشاهدينا الكرام، لكل من يشاهدنا ولكل من يتابعنا. دائما نفخر ونفاخر بأبناء السلطنة المجدين المجتهدين الحاضرين في مختلف المواقع والأماكن في شتى بقاع الأرض، لا سيما الدارسين والدارسات في الخارج. اليوم راح نستعرض أيضا مثال آخر وجميل ورائع لطالب عماني حقيقة يتميز في دراسة النفط والغاز بجامعة ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على نجمتين مرتبة الشرف ونجمة امتياز في هذه الدراسة. راح نقترب منه أكثر من خلال التواصل معه في هذا الاتصال المرئي. جيفر بن خميس الرشيدي طالب بجامعة ويست فيرجينيا تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي. جيفر صباح الخير بتوقيت السلطنة، ما أعرف الحين كم التوقيت عندكم، ولكن مرحبا بك في برنامج قهوة الصباح. حياكم الله أستاذي، صباح النور وعليكم وعلى جميع الأخوة المستمعين. أهلا وسهلا بك جيفر، أولا نبارك لك هذا التميز وهذا النجاح وهذا الإنجاز بحصولك على مرتبة الشرف بمعدل 3.9. في البداية يعني أنا سؤالي الآن، هذا تخصصك، يعني درست هندسة النفط والغاز الطبيعي، هل جاء من باب الصدفة ولا لما كنت في مقاعد الدراسة هدفك هو الوصول إلى هذا التخصص؟ والله هو كان في البداية، نحن من سلطنة عمان لما بعثنا كان عندنا تخصص معين لو كان هندسة النفط والغاز الطبيعي، لكن كبداية أنت تقدر في السنة الأولى في الجامعة أنك تشوف في تخصص وتشوف في تخصصات الأخرى، بتقدر كان الملحقية تتيح لك تطلب تغيير تخصص إذا شفت أن التخصص صعب. لكن خلال السنة الأولى أنا شفت التخصص وارتحت له وعجبني يعني، وحبيت أكمل فيه لأن نهيت الحمد لله بتميز. جميل. نعم جميل. طيب جيفر، يعني أنا يعني من خلالك أيضا خاطر أعرف يعني على طبيعة الدراسة بشكل عام، يعني كيف تقضي أوقاتك بشكل عام أيضا هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. ما أعرف إذا كان الصوت أساسا واصل صوت جيفر للمشاهد الكريم. عموما جيفر تسمعني بوضوح؟ نعم أسمعك. ما أعرف إذا كان في إشكالية في الصوت. عموما جيفر، يعني من خلالك يعني تعرف على يعني على التخصص بشكل عام، تخصص هندسة النفط والغاز، حصولك على 3.9 يعني كمعدل حقيقة جدا متفوق. كلمني بشكل عام والمشاهد الكريم كيف تقضي حياتك بشكل عام هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعت أيضا الزملاء والزميلات كذلك فيما يتعلق بتميزهم أيضا في الدراسة في الخارج. أولا هذا التوفيق من الله عز وجل، قبل كل شيء الحمد لله. وثاني شيء، أول بداية كل طالب يروح في بعثة إلى جهة كانت أنه يخلي نصب عين سفير للبلد، وأي إنجاز يحققه فهو يحققه باسم الوطن. لذلك عمان كانت معي حاضرة في كل الأوقات، فترة الجد، فترة المذاكرة، فترة الاختبارات، فترة تقديم المشاريع، وحتى أخيرا فترة التخرج. وأنك تتخرج أول قائمة وانت حامل علم بلدك، هذا الشيء كان حاضر يعني معي كل الوقت، وسعيت أني أحققه والحمد لله رب العالمين. أفخر جدا والفرحة ومن أني قدرت أحقق هذا الشيء، وهذا ينطبق كل الطلب. جيفر أنا يبدو لي أنه هناك إشكالية في الصوت للأمانة، يعني أنا ما قادر أسمع جيفر بالشكل يعني واضح، وبالتالي أتوقع راح نرجع نعاود الاتصال معك يا جيفر من خلال القادم من عمر البرنامج. ما أعرف جيفر إذا كان يسمعني في هذه اللحظة، ما أعرف إذا كان صوتنا إحنا واصل عندك، صوتك يتقطع بالنسبة لنا يا جيفر، ولكن إحنا نبارك لك حقيقة هذا التفوق وهذا التميز، ونتمنى لك كل التوفيق من خلال دراستك العلمية وكذلك أيضا المستقبل إن شاء الله تعالى العملية. جيفر الحين تسمعني؟ واضح صوتي الحين؟ تسمعني وجيفر؟ اسمع، انا اسمعك من البدايه. يعني صوتنا واضح اذا لك، اذا صوتك انت ما واضح عندنا. طيب جيفر، يعني الان انت تحدثت اكثر عن التخصص، تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي، بما أنك حصلت ما شاء الله على معدل 3.9، فأنا سؤالي ما هي العوامل اللي أهلتك على التميز في
دراستك الأكاديمية بالتحديد؟ في البداية أنك تي الحياة الجامعية تكون مبعوث من بلد، فأنت كنت من نخبة الطلبة، فطموحك أنك تمثل بلاد، أنك تظل في المقدمة المراتب هذه. في بداية الجامعة أنت تشوف أن الطلبة العمانيين ما شاء الله عليهم جميعا، أن يكون كلهم متفوقين هنا، كلهم باذلين جهد، فأنت ما تقدر تخرب هذا الشيء، ما ودك تتكاسل أو تقلل من جهد. لذلك نحن كنا كل ما نشوف آخرين نحفز بعض نساعد بعض، فكنا نزيد جهدنا، نضاعف المجهود اللي يقومه بالطلاب الآخرين، فهذا الشيء ساعدنا كثير وقدرنا نوصل الحمد لله رب العالمين للمرتبة العليا. نعم جيفر، احنا تكلمنا عن الجانب الأكاديمي بشكل عام، ولكن ماذا فيما يتعلق بالمناشط والبرامج والفعاليات؟ هل لك أيضا حضور فيها؟ والله في عندنا اللي هي جمعية SPE، جمعية هندسة النفط والغاز، كان قلتها في السنة قبل الأخير، وفيها رحت رحلات اللي هو يأخذونك رحلات ميدانية، هذا شيء يساعدك أنك تأخذ الجانب العملي غير فقط الجانب النظري، وتروح عدة شركات، رحني المدن المجاورة حالنا وشفني الأدوات النفط، الأدوات المستخدمة، شو استخدامات الأخرى، شو المشاكل، كيف تعالجها، فصار عندني فكرة ثانية ساعدتنا بعدين. نعم طيب، إيش هي أيضا جيفر الإنجازات اللي حققتها خلال دراستك الأكاديمية في تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي؟ أول شيء من بداية السنة الأولى في الجامعة أنا خليت هدف أني أحصل على معدل فور عشان أتأكد من قدرتي أني أقدر أدخل تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي. فضل قدرت أني أحقق هذا الهدف على الرغم من التحديات اللي واجهتنا، مثل جائحة كورونا، قدرنا نحتفظ على نفس المستوى، وكنت ضمن قائمة الرئيس في معظم الفصول الدراسية، وحققت أعلى معدل شخص هندسة النفط والغاز الطبيعي في السنة الثالثة من الدراسة، وقدرت أحافظ عليه حتى التخرج. جيفر، كم باقي لك يعني على إنهاء دراستك بشكل عام هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وإيش التطلعات المستقبلية إن شاء الله تعالى حاطنها يعني نصب عينك عند رجوعك للسلطنة إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين، أنا تخرجت الصيف هذا، الحمد لله حصلت على عرض من الجامعة لتكملة درجة ماجستير على حساب الجامعة، لجانب أن العمل بالجامعة خلال تدريس بعض الحصص الدراسية لطلبة البكالوريوس عشان تأخذ المبالغ التي تعين على تزمة المعيشة والسكن، لكن شكرت الجامعة لعرضها المقدم واعتذرت منه حسب وجهة نظر شخصية مرحلة الدراسات العليا بعد سنوات الخبرة، وان الشركات تعتبرك اوفر كواليفايد، انك اعلى من التاهيل المطلوب، فشفت ان الانسب انك بدايه تعمل وبعدين هذا طموح قادم لي، لكن ربما اكون مبالغ حديث لو قلت ان موضوع البحث عن وظيفه سهل وميسر، كل شخص طموح يجد النتيجه صعاب وتحديات، في الحقيقه واجهت كثير والكثير منها، ولكن بما اني خليت هدف معين ملزم نفسي اني اوصل، بعد تخطي كل التحديات قدرت اني اطلع وظيفة الحمد لله، حصلت على عدة عروض من الشركات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، والحين خلص بعض الإجراءات، تعرف أستاذي إن لازم الطالب الأجنبي إنه لازم يأخذ تأشيرة والموافقات اللازمة، وخلص نشاط كبير، وإن شاء الله قريبا ببدأ في استلام العمل. جميل، شكرا لك طالب جيفر بن خميس الرشيدي، طالب بجامعة ويست فيرجينيا تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي، شكرا لك على انضمامك معنا عبر الاتصال المرئي، شكرا ونبارك لك هذا النجاح وهذا التميز وهذا الإنجاز، فتحية لأبناء عمان ولكل من يدرس أيضا خارج السلطنة، ولكل شخص هدف دائما التميز والنجاح لرفعة عمان الغالية. نحن نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في محطات ومتابعات قهوة الصباح، هذه المرة سنشاهد تقرير عن العيون المائية في سلطنة عمان، وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.